عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. عما يتساءل الكفار في قريش عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسل به وما نزل عليه من القرآن الكريم. وهنا أحبابي نقول يجب الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل إلى جميع الخلق صلى الله عليه وسلم من إنس وجن صادق في كل ما يبلغه عن الله.